بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا قلنا اللي هيدخلوا السماء عقبالنا كلنا هم اللي عندهم ايمان وايمانهم ده مستقيم وعامل اكتف، هما المساكين بالروح المتواضعين اللي بيتعلموا بيشكروا بيتوبوا، هم اللي مستثمرين استثمار سليم، يعني فاهمين انه الوزنات دي لازم اشتغل بيها قبل ما العمر يخلص، وعندهم حب للفقراء عموما، هما اللي بيخافوا ربنا وبيحبوا الوصية. إنما من أكتر الأمور اللي دايما الواحد يعني ده اللي أنا عايش بيه على الأقل، إنه ربنا ما يكسفش خادم بيخدمه أبدا في دخول السماء. عشان كده كتبت أول كتاب في حياتي كان اسمه الخدمة هو الحال، أو من مش فاكر أول واحد ولا، انه نفسي كل الناس تخدم، لان اللي بيخدم ده صعب يضيع. جوه الخدمة هيتعلم كل حاجة، خلاص اشتغل مع ربنا، وربنا اجدع من اي واحد يشتغلوا معاه. يعني لما يكون واحد كويس في الدنيا دي بيعمل خاطر للي اشتغلوا معاه، يعني مهما كان برضو ايه الناس دي اشتغلت معاه فبيعمل لهم خاطر. طب ما ربنا اجدع من البشر، وبالتالي لما نكون اشتغلنا عنده واشتغلنا معاه لازم يعمل لنا يعني خاطر في الحتة دي. وعندنا شعار جميل قاله المسيح، قال حيثما أكون أنا هناك أيضا يكون خادمي. ومن هنا سطرت كل واحد أنه يعني ينطبق عليه كلمة خدام ربنا. أرى إصحاح غريب قوي كله أسماء، بس هطلع منه بمبدأ انه الخدمة متعددة الاشكال جدا، بس الاصحاح ده كل الاسماء اللي فيه ناجحين داخلين السماء. هو الاصحاح الاخير من رسالة روميا واطول اصحاح فيه سلامات وتحيات، لدرجة في ناس بتعدي ما بتقراهوش. بس انا هاخده من منظور انه بولس عمال يبعت سلامات للخدام اللي معاه في روما اللي لسه ما شافهمش لانه كان ما دخلش روما لسه، بس دول يعني عارفينه من بدري، وبيذكر كلمة عن كل واحد فيهم كده كتشجيع. بس الحقيقة كل دول بدل كتبوا في الإنجيل يبقى إيه ضمنوا السماء غالبا، لأن دول خدام مع ربنا. رومية 16 يقول أوصي إليكم بأختنا فيبي التي هي خادمة الكنيسة التي في كنخارية، كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين، وتقوم لها في أي شيء احتاجته منكم، لأنها صارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضا. خلي بالكم أول واحدة في الليستة ست، عشان في ناس بتفتكر بولس متعصب ضد الستات. لا، وفكرة خادمة دي موجودة في الإنجيل من بدري، وطلعت خادمة دي الأدمن، يعني هي دي المسؤولة عن الإداريات لدرجة واخدة لقب خادمة الكنيسة. فواضح انه الحتة الادارية كلها كانت مع واحدة خادمة، وده يأكد لنا ان احنا لما بنشوف ان تلتين الخدمة في اي كنيسة ستات دي حاجة مش غريبة، لانه حتى في الجيل الاول كان في اتكال على الستات الجدعان اللي بيخدموا. لانها صارت مساعدة لكثيرين ولي انا ايضا. خلي بالك هو في بلد تانية لسه، لكن كان بيبعت رسالة لروميا او روما لان حصل اشكال في العقيدة. بس كتير من اللي هناك كانوا تلاميذه في بلاد تانية، يعني شافوه في كورنثوس او في اليونان وخدموا معاه فترة وبعدين راحوا استقروا في روما، ففي علاقة بينه وبين الناس دول، لكن بعد كده هيروح لهم كمسجون. سلموا على بريسكيلا واكيلا، دول كابل بقى، ده راجل ومراته وما عندهمش ولاد، العاملين معي في المسيح يسوع، اللذين وضع عنقيهما من اجل حياتي، اللذين لست أنا وحدي أشكرهما بل أيضا جميع كنائس الأمم. يعتقد دول بالذات كانوا بيصرفوا على الخدمة شوية، وكانوا دايما بولس بينزل عندهم لما يكونوا في كورنثوس أو في اليونان، فهما زي بيتهم مفتوح. فعشان كده بيقول وعلى الكنيسة التي في بيتهما سلموا على أبينتوس حبيبي الذي هو باكورة إخائية. إخائية دي منطقة في اليونان، لكن كان آمن أو أول واحد دخل الإيمان في أخي. عاوز أعلق شوية تعليقات بسيطة بقى. أولا تلاحظوا أنه هو بيقول الأسماء ده، إحنا لسه معنا 20 اسم عشان ما تستعجلونيش يعني، إنما الموضوع مشجع جدا. تصوروا
انه قعدت اقول بقى سلموا على مريم وسلموا على مارتينا وسلموا على، وكل واحده اديها اسم، اديها لقب، اديها انسب ليها فضل في حاجه. شيء مشجع جدا. اذا كان بولس نفسه بيعمل كده، امال المسيح هيعمل ايه؟ طبعا الناس دي فيها عيوب طبعا، وناس طبيعيين وما نعرفش عنهم كتير على فكره. يا لو سالتني فيبي دي بتعمل ايه بالظبط، ما اعرفش. ابنتوس ده راح فين بعد كده، ما اعرفش. ما فيش حتى في الدراسات معلومات كافيه عن اغلب الاسماء دي. لكن واضح في الزمن ده ان دول خدام وبيحبوا ربنا ومذكورين ان هم خدموا بولس وخدموا الكنيسه. مثلا كلمه خادمه الكنيسه دي، شوفوا بيقول لها ايه: كي تقبلوها في الرب كما يحق للقديسين. الى هذه الدرجه ان الخادمه تعامل معامله القديسين. طبعا ما تتنفخوش يعني، مش ناقصه الحكايه، انما كانه الانجيل بينظر للخدام بمنظور القداسه، اللي بيتعبوا عشان ربنا دول قديسين برضه. فكان بولس مش بيجاملهم، بيقول عملوها كما يحق للقديسين، لانه دول بيتعبوا عشان ربنا. الحاجه الثانيه بص يقول ايه: تقوموا لها في اي شيء احتاجته منكم. يبقى واضح ان هي مسؤوله عن تدبير الامور. وغالبا في المرحله دي باينة في رسائل يوحنا ان كان اللي بيطلعوا ارساليات بيعدوا على حتت زي سنترز تمولهم، تديهم اكل وشرب ولبس عشان هيقعدوا شهرين في بلد. فكانت الكنائس القويه شويه بتمول او بتمد امدادات للي طالعين يبشروا في بلاد. فبيقول لو احتاجت حاجه ساعدوها. وصارت مساعدة لكثيرين ولي أنا أيضا. يبقى حتى بولس كان بيتكل عليها. يبقى فكرة حتى السكرتارية أو المساعدة دي موجودة من زمن القديس بولس، أنه بتساعدني في خدمات كتير. وهنا فكرة الأعمال الإدارية، في بعض الخدام مش بيعتبروا أن شغل السكرتارية أو الإدارة خدمة. لا، هي مفيش خدمة كبيرة تمشي إلا لو وراها فريق إداري قوي وسكرتارية قوية وورق وحسابات وتنظيمات ومواعيد وبيانات وداتا يعني عشان مؤتمر يطلع لازم في فريق تنظيم كبير وبيتعبوا ممكن أكتر مني. ده طبيعة أي خدمة كده. وده محطوط هنا في الإنجيل يأكد لنا في بدي ما بتوعش، ما تقالش عليها بتوعص خالص ولا بتعمل معجزات، لكن مذكور اسمها كخادمة ليها دور كبير في خدمة الكنيسة. يقول سلموا على بريسكيلا وأكيلا. هنا ورينا بالرغم ان بولس بتول على فكرة، انما كان يحب جدا المتزوجين اللي بيخدموا. فالقصة مفيش خالص السؤال بتاع هو مين افضل في الخدمة، مفيش افضل متجوز او مش متجوز، المهم القلب، المهم اللي يحب ربنا ويتعب. فعندنا كابل كان بيخدم بقلبه لدرجة بولس ما كانش فيه كنايس في الوقت ده بالمعنى المباني. فالبيت اللي يضايف ابونا او يضايف الاسقف او الرسول ده الكنيسه، الناس هتتلم فيه وهيوعظ وهيعمل القداس فيه، زي القرى والمناطق البسيطه هي كلها ابتدت كده، ما كانش في كنايس. فابونا بيدخل بيت الناس تتلم تاني يوم يعملوا القداس في البيت ده. فطبعا البيت بيتقلب كيانه عشان الناس اللي جايه وعشان القداس وعشان الوعظه. بس هي دي حال الكنيسة زمان ولغاية دلوقتي في المناطق اللي بتبتدي. هنا تلاحظوا انه في حب في الكلام، يعني كأب روحي بيحب الناس اللي بتشتغل معه. يبقى العلاقة اللي بين الخدام وأمين الخدمة أو رئيس الخدمة هي علاقة حب وفاميلي لايك يعني وصداقة. فبيقول هنا العاملين معي، ده اللي خدته عنوان للقصة كلها، اشتغلوا معايا، فدي مفرحاه. الذين وضع عنقيهما من أجل حياتي، لأن بولس ده أصله برضو شبهة يعني. فأحيانا يكون استضافته شيء خطر على الناس دي، معرفته مش دايما حاجة كويسة، أنه ده تتجنله 20 مرة مثلا. فطبعا أنت لما تستضيف واحد مسجون برضو دي مش حاجة، أو يعني سجن قبل كده. فهنا كانوا بيتعرضوا لمشاكل شوية لأن هما بيخدموا بولس نفسه. هنا البيت المفتوح للخدمة بقى، الناس دول برضو مش بتوع وعظ، خلي بالكم، عشان في كتير من الخدام يقولك ما بعرفش اوعظ. فيش ولا واحد من 20 اسم هيذكر انه بيوعظ. لا، بس دول فتحوا بيتهم للخدمة.
كل الخير اللي عندهم تحت إمكانيات الكنيسة والخدمة، طبعا دي حاجة كبيرة عند ربنا. وبعدين بيقول إيه، كل الكنيسة بتشكرهم، كل كنائس الأمم. يبقى واضح إن دول كانوا إيه، بيوزعوا خير هنا ويوزعوا خير هنا، واللي معدي هنا ياخد حاجة ويطلع بيها على الكنيسة دي، فليهم خير أو فضل على كنائس متعددة. وكلمة كنيسة برضو في الوقت ده معناها تجمعات، مش معناها مباني، لأن ما فيش مباني لغاية آخر القرن الثاني في تاريخ الكنيسة. وبعدين بيقول سلموا اللذين وضع عنقيهما من أجل حياتي. هنا استعداد البذل، يعني الواحد مستعد للتعب، لأن الخدمة الصح إن الواحد مستعد يتعب. الموضوع مش لو عنده شوية وقت زيادة يطلعه، لا، ده هو مستعد فعلا للبذل. سلموا على مريم التي تعبت لأجلنا كثيرا. هتلاحظوا أكتر كلمة بيوصف بيها أي شخص كويس التعب. أكتر كلمة توصف الخادم بالنسبة لبولس التعب. خلي بالكوا ده مبدأ رائع وهام جدا، لأنه لما الناس ابتدت تفاضل بينه وبين بطرس وبين أبولوس، قال لهم بصوا كل واحد سيأخذ أجرته حسب تعبه. الموضوع بقى مش ربنا هيقول أيوة بولس عمل معجزات أكتر من بطرس، ملهاش علاقة. بطرس مش عارف توما راح الهند بس ماري مرقص جه مصر، لا ملهاش علاقة. هو مين تعب أكتر؟ ده المحك الوحيد. فطبعا دي رسالة لينا كلنا، إنه يا بختك لما تتعب أكتر، بتتعب لربنا، هو ده الشغل الصح. فهنا بيقول سلموا على واحدة اسمها مريم ما نعرفهاش، تعبت لأجلنا كثير. والتعب من أجل الخادم لا يقل قيمة عن التعب من أجل المخدوم. يعني أنت بتتعب عشان زمايلك، طب وماله عشان زمايلك يخدموا كويس؟ في حاجة اسمها خادم خدام. خادم خدام مش رايس عليهم، ده بيغسل رجليهم، يعني بيريحهم. في خادم يجيب الأكل لزمايله كويس عشان يشتغلوا، في خادم بيحضر حاجات كتيرة لإخواته وبيسهل عليهم عشان يناموا لهم ساعة زيادة كويس. فهنا الدور مش بالضرورة خالص يكون رياسي يعني. فتعب من أجل الخدام وتعب من أجل الخدمة ذات. سلموا على أندرونيكوس ويونياس نسيبية. طلع بولس له قرايب على فكرة، نسايب، مقصورين معي، احتمال يكونوا خدوا لهم كم يوم في السجن معاه، اللذين هما مشهوران بين الرسل. احنا ما نعرفهمش، البعض قال احتمال يكونوا من السبعين رسول، لأن بولس نفسه ما كانش من السبعين على فكرة، بولس ده جه متأخر، لكن يبدو له قرايب يهود كانوا قبل منه، اللي من عيلته ناس أمنت بالمسيح قبل منه، وقد كان في المسيح قبلي. فحتى دي ما قدرها. تصور بقى لما يبقى مثلا شخصية مشهورة وبعدين يقول أنا اتعلمت من فلان الخدمة وهو مش معروف التاني. يعني بولس لما يقول برنابة علمني الخدمة، احنا ما نعرفش برنابة، طب وماله؟ بس مش هيتكسف يقول كده. فبيقول كان في المسيح قبلي، يعني دول عرفوا المسيح من قبل، وكأن فترة معرفة المسيح برضو لها قيمة، عدد السنين اللي خدمت فيهم ربنا برضو دي لها كرامة عند ربنا. سلموا على أمبلياس حبيبي في الرب. برضو كلمة تانية اللي تتكرر، حبيبي، يا تعبت يا حبيبي، فهو بيحبهم بجد. لاحظوا الجو مليان حب وأبوة وعشر. سلموا على أوربانوس العامل معنا في المسيح، وعلى استخيوس حبيبي. سلموا على أبولوس المذكى في المسيح. سلموا على الذين هم من أهل أرستوبولوس، يعني عيلة كاملة بقى. كلمة حبيبي، ودي غالبا دول تلاميذه، فلما بيبقى تلميذ قريب ليه فبيقول ده حبيبي، زي ابني كده يعني. والتلمذة تبان إنها ما كانتش وعظة، تلمذة في العهد الأول كانت عشرة، كانوا يقضوا وقت مع بعض زي ما التلاميذ اتعلموا مع المسيح، يطلعوا الجبل مع بعض، يركبوا المركب مع بعض، يروحوا خدمة مع بعض، يضربوا مع بعض ممكن. فكانت ايه، بيشربوا الروح من المعاشرة اكتر منها من الوعظة. المزكى في المسيح، ابولوس ده عليه علامة استفهام ليه؟ في الزمن ده كان في شخصية مشهورة اسمه ابولوس، ده لما دخل اليونان كان بيوعظ حلو قوي، فحصل بسببه فكرة حزبيات، احنا بتوع بولس واحنا بتوع ابولوس. انما بولس لما كتب عن ابولوس شكر فيه جدا،
يبقى خلي بالكم القديسين ما عندهمش خالص قولة مين واكل الجو، مفيش الحركات دي خالص. مرة واحدة جاية بتقول لي ايه، انا طول عمري بتشفع بمريمينا بس عجبني ابو سيفين وابتديت اتشفع بيه. هو مريمينا هيزعل؟ ما تخافيش طمنك، يمكن مريمينا ارتاح يعني، لكن اكيد مخه كبير يعني. ف تفكير ساعات بيبقى هو القديسين هيزعلوا ازاي، مخهم كبير اكيد. فهنا هو بيقول المزكى، المزكى ده ريكومندد يعني، المزكى يعني ده شخص حلو قوي له تزكية. طوبى لمن يتزكى، الكلمة دي بتتقال على المحبوبين الناجحين قوي. فهو ما عندوش غيرة من أبولس، وذكر في كورنثوس قال أنا طلبت من أبولس يجيلك، هو اللي مش عاوز. لأن أبولس بقى برضو التاني متواضع، لما حس الناس اتكتلت على اسمه مرضاش يروح البلد دي، قال لا دي بلد بولس ما اقدرش ادخلها. منتهى الحب والتواضع والتفاهم، بس الصغيرين هم اللي يعملوا الكلام ده، هم اللي يقولوا احنا بتوع فلان وبتوع علان. الناس اللي مخلصه لربنا ما عندهاش الكلام ده، ما يفكروش خالص مين ماشي ورايا، ما ورايا ايه، ما انا همشي، هو في حاجه اسمها ورايا ولا قدامي؟ نكمل. سلموا على هيروديون نسيبي، تتقلون نسائب كتير. سلموا على الذين هم من أهل ناركيسوس الكائنين في الرب. سلموا على تريفينا وتريفوسا التعبتين في الرب. سلموا على بيرسيس المحبوبة التي تعبت كثيرا في الرب. أحيانا ما فيش كلام تاني يقوله غير تعبوا تعبوا، فاهمين الفكرة؟ فأنا بحب الكلمة دي أوي يعني. نفسنا بقى نطلع من الإصحاح الغريب ده اللي كله أسماء وكله يا محبوب يا حبيبي يا تعبت، ما تقريبا ما فيش غير الكلمة دي. إنما لما تسمع عن أي خادم أول حاجة تيجي في بالك تعب عشان ربنا، لأن إحنا ساعات بنقيم بعض، عصبي شوية، أناني شوية، فردي شوية، مش عارف في عيب إيه، في عيب يا أخي. قبل ما تبص على عيبه ده مش تعب عشان ربنا، ربنا هينسى كل العيوب دي وهيبص على الحتة دي بس، ده تعب. والتعب ده عند ربنا حاجة كبيرة. فيبقى بالأول احنا اللي نبص على دي، الناس اللي بتتعب دي ربنا لازم يكافئها. أذكر زمان كان في كنيستنا من 30 سنة كده يعني زي أزمة يعني بسبب خادم معين، وكان الخادم ده يعني زي عامل جبهة ضد كاهن كبير. فلما جت سيرة الخادم قدام الكاهن الكبير ده ما قالش غير جملة واحدة، قال فلان بيتعب كتير قوي في الخدمة بس. وعارف ان هو عامل زي ايه يعني خبط فيه شوية، انما كان التعليق الوحيد اللي قاله فلان ده بيتعب كتير في الخدمة. هي دي بقى الروحانية الحلوة، الواحد يتخطى كل الحاجات الصغيرة ويركز على نقطة واحدة، ده مش بيتعب عشان ربنا، تعبه قاعد له، ربنا هيعمل اعتبار للتعب ده. فتلاحظوا هو تعبان، بولس بيتعب، وكل اللي حواليه تعودوا يتعبوا، وهي دي الشهادة الحسنة لأي خادم، كم تعب من أجله. على فكرة الجملة دي قالها المسيح، المسيح هو بيكلم حنانيا عن شاول في بداية دعوته خالص، قال له سأريه كم ينبغي أن يتألم أو يتعب من أجل اسمه. كمان ده يورينا أن في عائلات بكاملها حلوة. يعني ايه؟ من اهل ناركيسوس، وقبلها بيقول من اهل كده، في زي بيوت عيلة كده، البيت على بعضه متدين، والبيت كله بيخدم، والبيت ده كله في الكنيسة، طبعا ده شيء مفرح قوي ومن القرن الاول. سلموا على روفس المختار في الرب وعلى امه وامي. البعض قال حاجة غريبة على روفس ده، روفس ده ذكر في اثناء احداث المسيح وصلبه، الجدع اللي شال الصليب لما المسيح وقع تحت الصليب اسمه ايه؟ سمعان القيرواني. مذكور في الانجيل ابو الكسندر وروفس، يعني خلي بالكم من روميا 16 لصلب المسيح 30 سنه مثلا او حاجه 25 سنه. فكان عيال صغيرين، سمعان القيرواني شايل الصليب، وده راجل فلاح بسيط. دارت الايام غالبا روفس ده ابنه كبر وبقى بيخدم في الكنيسة. فبيقول المختار في الرب، البعض ربطها ده ابوه مش شاف المسيح بعينيه، ده خد
العظمة بتاعت ان هو الوحيد اللي شال المسيح في لحظة ألم المسيح، فالمختار في الرب وعلى أمي، لأن مرات عمنا عند غالبا الراجل مات لأنه بيسلم على الأم بس، فبيعتبرها أمه. يعني بولس معتبر الست العظيمة دي اللي جوزها شارك المسيح حرفيا في حمل الصليب، ده أكيد كان بيبوس إيديها يعني، فبيقول على أمه أمي. شوفوا العلاقات قد كده جميلة. يعني بولس المشهور بتاع المعجزات، لا بيتعامل مع ست محدش يعرفها بس بكرامة شديدة، لأن البيت ده بيت بركة، مطلع واحد خادم حلو، وأبوه ده يعني السماء مسجلة اسمه يعني بحروف من نار. سلموا على أسينكريتيس، فيليجون، هرماس، بتروباس وهرميس، كلها أسماء رومانية يونانية فطبعا غريبة عليهم. وعلى الإخوة الذين معهم سلموا على فيلولوغوس وجوليا ونيريوس وأخته وأوليمبس وعلى جميع القديسين الذين معهم، بيدي اللقب بالجملة كده. سلموا بعضكم على بعض بقبلة مقدسة، كنائس المسيح تسلم عليكم. هو بيتكلم بوصفه مسؤول عن كنائس أوروبا كلها تقريبا وآسيا كمان. كلمة أم وأمي دي رسالة ليكم، اتعاملوا مع الستات الطيبة اللي بتدخلوا بيوتهم، الستات دول دعوتهم بالدنيا كلها، فاحترموهم قوي وخدوا بركتهم. الستات الطيبين اللي في بلادنا اللي فعلا بيحبوا ربنا من قلبهم دول قديسات. القديسة مش لازم يعمل معجزات، لكن ياما بنشوف في الصعيد وفي الأرياف في ناس فعلا تقوى طبيعية، بساطة غريبة، شكر، اتضاع، نقاوة قلب، دعاء من القلب لكل شخص، اكتفاء غريب وقناعة مش موجود زيها. طيب ما دول أمهاتنا، دول اللي يشفعوا فينا ويصلوا لنا، فاحنا بنروح للناس دول ناخد بركتهم مش نديهم بركة، احنا اللي بنعمله ولا حاجة جنب اللي هم بيعملوا. كمان فكرة على جميع القديسين الذين معهم، لما توصل بيك النظرة انك مش شايف عيوب الناس، شايف كل الناس خدام وكل الناس حلوين وقديسين. على قد بقى بيختم الرسالة وكلها سلامات، قال أطلب إليكم أيها الإخوة أن تلاحظوا الذين يصنعون الشقاقات والعثرات خلافا للتعليم الذي تعلمتموه، واعرضوا عنهم، لأن مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم، وبالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. يبقى هنا لأن الناس دي بسيطة وبتخدم ربنا وبتتعب، في تحذير مهم، حاسبوا من التعاليم الغلط. وهي دي مشكلتنا في كل جيل، الشعب عموما طيب والناس عموما بسيطة وبتحب ربنا وتحب ان الناس يعني ان حد يوجهها في اتجاه السماء. كل البشر كده، والذات اللي اتعمدوا دول الروح القدس يعني ايه مجهزهم. الخطورة، كل الخطورة ان يدخل حد يسحبهم في اتجاه غلط يلخبط دماغهم. فتلاقوا نص الرسائل على الأقل كان فيها تحذير دايما من التعاليم الغريبة. هنا بيقولوا أي حد يعمل شقاق. الشقاق يعني إيه؟ يعني يوقع الناس في بعض، يقول حاجة غير اللي الكنيسة بتقولها، يشككك في الباقيين. طب ما دي باينة أهي، ده شغل إبليس طبعا. والعثرات يعني بقى إيه؟ يخليك تعثر. في ناس لما بتدخل جو الخدمة تلاقي الناس مش أصحاب، تقول لا طب انا ارجع الدنيا احسن، ده بياكلوا في بعض. فيبقى اللي عمل العصرة دي، اللي عمل الشقاق ده يويله، لانه ده بعد ناس كتير عن الجو ده وقفل في وش ناس كتير سكة السم. هنا تلاحظوا انه غالبا في مصلحة شخصية. اعرضوا عنهم لان مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم. يعني ايه؟ يعني واحد بيخدم بطنه يعني غالبا له مصلحة من الخدمة، هيكسب فلوس. لو كنت بكلم مع كاهن في أمريكا، أنا بقرأ كتب أمريكاني كتير، فبقول له ده أنتوا عندكم كذا شخصية هناك، يعني هاتوهم كنيسة أمريكان، لأنه بيتكلم في حتة الدفاع عن الإنجيل حلو. فقال لي مين؟ قلت له مثلا فلان. قال لي طلبناه، قال الساعة $10,000. إيه ده، هو بزنس؟ قال لي طبعا. هو أنت مش دريان؟ قلت له لا مش دريان، نشكر الله.
بس انا فوجئت، الاجابه جاهزه. قال لي اه، قلنا له تعالى قول محاضره للشباب في امريكا، كنيسه قبطيه، وهو راجل امريكاني. فقال اه بس الساعه ب10,000 دولار. لا ده رخيص بقى يا عين. ده فطلع الوعظه بالشيء الفلاني، يعني الواحد كان برضو عمل له حاجه. يقول لا يخدمون ربنا يسوع المسيح بل بطونهم. هنا بيخدموا بطنهم، يعني مستفيدين من الخدمة. طبعا دي أسوأ شيء، ان الواحد يطلع بفايدة شخصية من الخدمة. انت كده استوفيت أجرك، يعني حتى لو خدت. طب وبعدين كده تدخل السماء مالكش حساب عند ربنا؟ مش واخد تعبك على الأرض؟ عاوز ايه تاني؟ ده هي شطارة أي خادم إنه يتحاشى حتى المديح أو الكرامة اللي تجيله، مش الفلوس، لأنه حتى الكرامة اللي هتيجي هتخصم من رصيدك. فعشان كده بيقول حاسبه من الناس دول أنت بتحسهم على طول. لا، ده واحد بيشتغل لنفسه مش بيشتغل لربنا، ده بيمجد نفسه، ده له مصلحة واضحة. لكن عشان كده المسيح قال الفئة دي بالذات من ثمارهم تعرفونهم، يعني تعرفه على طول من حياته. هي حياته دي مليانة بقى ايه، لخبطة وفلوس زي العادي، ومش سلوك مش مريح، خلاص يبقى كل اللي بيقوله ده كلام. وده اللي خلى المسيح يقول سيأتونكم بثياب الحملان. بالضبط بولس عبر عنها ايه؟ بالكلام الطيب والأقوال الحسنة يخدعون قلوب السلماء. ربنا يسوع قالها هما ايه؟ ذئاب خاطفة، ولكنها تأتي في ثياب حملان. في كل جيل كده كلام يبقى ناعم وكلام شكله حلو بس في سم، هيقلب الناس على بعض، هيشق الكنيسة من جوه، هيوقع الناس في بعض. يبقى لازم ناخد بالنا مهما كنا بسطاء. لأن طاعتكم زاعت إلى الجميع فأفرح أنا بكم. أنا بختم الإصحاح يعني عشان بس تكمل حكاية الإصحاح الأخير من روم. فأفرح أنا بكم وأريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر. واضح أن دول ناس بسطة وإيمانهم بسيط زيكم، فهو فرحان بالبساطة بس بيضيف عليها حتة إيه؟ خليكوا حكماء، خليكوا بسطة زي ما أنتوا، لكن شوية حكمة كده عشان تميزوا أنه لا، بلاش السكة دي، بلاش الكلام اللي من النوع ده. طاعتكم زاعت يعني إيه؟ أنتوا ماشيين على اللي الكنيسة قالته، فما تطلعوش بره الكنيسة. طاعة تدل على بساطة وتواضع، ان الناس دي اختارت تسمع الكلام. فافرح انا بكم. على فكرة فرحة اي اب او اي كاهن او اي خادم ان يشوف ولاده ماشيين كويس. القديس يوحنا قالها ليس لي فرح اعظم من هذا، ان اسمع عن اولادي انهم يسلكون بالحق. انت لما تكبر وتسمع ان احفادك اللي مهاجرين في بلد بيتناولوا كل اسبوع ولا بيخدموا في كنيسة، انت عاوز حاجة من الدنيا احلى من كده؟ ما تسمع ان ابنك اللي كان مشغول بالدنيا رجع بقى مركز قوي في الخدمة، يا ده احلى من اي خبر في الدنيا. فاذا كنا احنا حتى جسديا بنفكر كده، طب الاولى الروحيين بقى، انه احلى حاجة ان كل اللي انت خدمتهم دول تلاقيه بعد كده طلع منهم كهنة. وطلع يعني كذا واحد بيجي يقول لي اللي خدموا معانا انبا برام في الصعيد بقوا كهنة في الصعيد. ده خبر حلو قوي ان هم اتعلموا الخدمه وكبروا وبقوا كهنه كمان. دي حاجه جميله جدا، دي ثمره رائعه ان هم من حب الفقراء وصلوا للكهنوت. يبقى كده الفكر ده هينتشر. تعبير جميل يقول حكماء للخير. هو الخير عاوز حكمه؟ اه. ليه؟ عشان تحط القرش في المكان المناسب، عاوز حكمه. عشان توزع الادوار على الكل، مفيش خادم يقعد فاضي، عاوز حكمه. وخير كله ده خير، بس عاوز حكمة في الخير. الحكمة في الخير انك تحسب اولوياتك، تدي شنطة بركة ولا تعمل سقف ولا تعلمهم تعليم احسن. ما كل ده هياخد طاقة وهياخد فلوس. ترتيب الاولويات عاوز حكمة. فقال حتى في عمل الخير مطلوب الحكمة. لانه ممكن نعمل خير بس بدون حكمة فيبقى يعني بيترمي في الهواء، ملوش قيمة. اول ما ابتديت الخدمة احكي لكم حكاية من أكثر من 20 سنة. فكنا بنخدم في زرايب عزبة النخل، وهنا في مجموعة قليلة ابتدوا معانا زمان.
وبعدين أبونا قال لي في راجل متعب شوية بس بيقول لو جبنا له عربية بحمار إيه هيسترزق. قلت له حاضر يا أبونا. فكام طيب؟ قال لي بتاع ب700 جنيه. 700 جنيه الحمار غالي طبعا دلوقتي، بس يعني زمان من أكتر من 20 سنة كان يعني المشروع ده ب700 جنيه. حوشنا وجبنا العربية بحمار. أسأل أبونا بعد 3 شهور أخبار الراجل أبو حمار إيه؟ فأبونا بص كده في الأرض وقال لي باعه. طب ليه يا أبونا؟ قال لي معلش إحنا فعلا غلطانين. هو إيه؟ راح باعه وقال هتسجنوني، في ناس عارضين عليا إيه يدفعوا لي الفلوس لو أنتوا عاوزينها، بس أنا همشي معاه. فتعلمنا الحكمة إنه إيه ما تستعجلش، ده راجل بيبيع. فطبعا ايه يقول لك عاوز مشروع وتاني يوم يبيع المشروع وبعدين يقول لك اسجني، مش هتقدر تسجنه، انت ضميرك ما يستحملش. وبعدين لو شديت زيادة يقول لك في غيرك بيدفع. كل ده طبعا كان عاوز حكمة، لانه ممكن حتى ياخد الفلوس ويشرب بيها لخبطة. وبسطاء للشر معناه ايه؟ ما تغوطش في الشر. لما يجي واحد يقول لك عارف فلان عرف يخبط الخبطة ازاي ويسرق ازاي، اقول له مش عاوز اعرف. انت عارف ان فلان ماشي مع، لا مش عاوز اعرف. انت عارف ان فلان واقع مع فلان ده بيقول، مش عاوز اعرف. بسطاء للشر يعني ايه؟ ما تحاولش تعرف الشر بيشتغل ازاي، خليك بسيط قدام الشر. مش شطارة انك تبقى يعني فاهم الخبث كله، لا لا، خليك حكيم. حكمة الحياة يعني ما يضحكش عليك، دي مقصود، بس بلاش تلوث دماغك بالشر. فالبساطة في الشر معناها تحتفظ بنقاوتك، تبقى بسيط زي الأطفال، لأن مفيش دخول السماء غير للأطفال، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال. مش في السذاجة، في البساطة، مش هتدخلوا السماء. فيبقى حكماء في الخير، نشغل دماغنا قوي ونفكر ونحسب ونخطط في شغل الخير. أما أمام الشر نبعد ونغني، يعني نبقى بسطاء للشر. إله السلام سيسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. دي نهاية الإصحاح. إله السلام يسحق الشيطان. بصوا يعني هو وصانا توصية جميلة، بدأ 3/4 الإصحاح تحيات وسلامات وإيه حبيبي وتعبان، مش كده؟ كلمتين حلوين أوي. المسيح بيقول لكل واحد فيكم أنت حبيبي وبتتعب عشاني. طب مفيش أحلى من كده، كلمة الواحد ممكن يسمعها من ربنا. وبعدين خلي بالك عشان ما يضحكش عليك، هذه الجملة التانية، خليك حكيم وبسيط. وربنا بيوعدك إله السلام يسحق الشيطان تحت أرجلكم سريعا. يبقى الخادم اللي بيشتغل عند ربنا، اللي بيعمل عمل الله، عنده وعد إلهي إنه إله السلام هيخليه يدوس على الشيطان. ففي شياطين بتحاربنا، في نكد، في تجارب، بس ما تخافش، أنت هتغلب لأنك بتخدم. أنت بتشتغل عند ربنا، صلاتك غالية عند ربنا، فتلاقي الشيطان تحت رجليك. لازم إله السلام يعطي سلام وإله القوة يسحق الشيطان. بعد ما خلص وقفل افتكر حاجة، معلش، فرجع يقول اكستنشن بسيط كده، بيسلم عليكم. هو قال أصلا أمين، مش كده؟ قال أمين قبلها، أمين، قفل أهو. رجع يقول يسلم عليكم تيموساوس العامل معي. كان تلميذه بقى اللي بيتحرك معاه سنين، عشان كده ده الوحيد اللي خد رسالتين لوحده في آخر حياته. ولوكيوس وياسون وسوسي باتروس أنسبائي، دول قرايبه من بعيد بيخدموا معاه. أنا ترتيوس كاتب هذه الرسالة. بولس كان بيملي، البعض قال لأنه كان نظر وحش، والبعض بيقول ده جزء من مهام الفريق بتاعه، إنه هو يعني يبدو إنه هو كان شاطر في الديليجيشن، يعني ممكن يقول وهم يكتب بسرعة وراه. فهو ترتيوس كان بيكتب ومعروف عندهم، فبيقول بيذكر اسمه كمان، انا كمان بسلم عليكم. يسلم عليكم غايوس مضيفي. هو ما كانش عنده بيت في اي بلد، بولس كان دايما ينزل عند ولاده. غايوس مضيفي ومضيف الكنيسه كلها، يعني بما انه بولس قاعد عند عم غايوس ده، يبقى كل اللي جاي يسلم على بولس هيشرب شاي عند عم غايوس، فطبعاً يعني هيعزم البلد كلها على الشاي. يسلم عليكم أرسطس خازن المدينة. دي غالبا كانت مبعوثة من كورنثوس. هنا خازن المدينة ده يعني ده شخصية مهمة،
زي وزير. ففي كان في الوقت ده في ناس مهمة دخلت المسيحيين، وكوارتوس الأخ، نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. فكرة كاتب هذه الرسالة تؤكد أن في دور إداري أو سكرتارية، كمان في دور للضيافة في الخدمة. غايوس، البعض قال هو نفسه غايوس اللي ذكره يوحنا الحبيب بعدها بثلاثين سنة. اللي يقرأ رسالة يوحنا الثانية يقول الشيخ إلى غايوس الحبيب. فالبعض قال غايوس كان في عز شبابه وقت بولس، أصل يوحنا طول مع بعد بولس بكتير، يعني القديس بولس راح السماء تقريبا 70 ميلادي، يوحنا بعت رسالته حوالي 95 ميلادي، لكن ذكر نفس الغايوس ده. فالظاهر الراجل ده عيني فضل طول العمر يضايف الناس، فدي خدمة كبيرة. ذكروا بولس ثم عاد وذكروا يوحنا الرائي العجوز بعدها بأكثر من 25 سنة، وبيقول عليه ده مضيف الكنيسة كلها، يعني ده اللي بيأكلنا وده اللي بيخدمنا. أنواع خدمات كتيرة قوي، وكل ده عند ربنا غالي. الحتة دي بس كل الرسالتين اللي عاوز أقولهم، اتعبوا لأن تعبكم عند ربنا غالي، ما تبصوش لنوع الخدمة، لأن عند ربنا ما بيبصش مين اللي بيقول وعظة، مين اللي بيرتل، مين اللي ماسك الحسابات، مين اللي تبرع أكتر. ربنا مش بيبص كده، بيبص للقلب اللي ورا نوع الخدمة. قلبك ايه، بتحب ربنا وبتحب الناس، بس هو ده أغلى حاجة. عطائك ايه، ده مرتبط بقدراتك ووزناتك، وكل واحد يأخذ أجرته حسب تعبه. لإلهنا كل مجد وكرم الأبد.